علها المره الاولى التي تشهد فيها طرابلس هدوءا الى هذا الحد نفتش في ازقه طرابلس بحثا عن مظاهر مسلحه نشطت يوم الاثنين في خضم المعركه في صيدا نجول في جميع الشوارع فلا نرى الا الجيش بناقلات الجند ولوائه المجوقل منتشرا على الطرقات التي اعيد فتحها على نحو عادي حالها كحال المحل التجاريه التي عمد اصحابها الى اعاده فتحها بعدما جنبهم حسم الجيش لمعركه صيدا وهروب احمد الاسير نار الاشتعال في طرابلس اليوم مختلف كليا عن عن اللي كان امبارح الحمد لله الوضع منيح واللي بدي اقوله انه شعب طرابلس اقوى من كل الازمات واقوى من كل الصعاب اللي مرت عليه وبده يتجاوز كل هالازمات باذن الله شو الاوامر او اللي جاي من المديريه باتجاه ال... يعني قمع اي ضبط اي مخل بالامن و... وحلال ال... تأمين السير وتأمين الراحة لكل الناس طرابلس التي وإن كان جزء منها أيد أحمد الأسير إلا أن الجزء الآخر ومذ بدأت المعركة ناصر الجيش وأيده وفي هذا الاطار وقف محامو طرابلس امام قصر العدل تضامنا مع الجيش وجرحاه واحتراما لارواح شهدائه فعلقوا العمل في قصر العدل ووقفوا دقيقه صمت لهذه الغايه. حال طرابلس الهادئه جدا ميدانيا قابلها حال ارباك لدى غالبيه قاده المحاول العسكريه والمشايخ الذين رفضوا التحدث امام الكاميرا فمصير الاسير لا يزال غامضا وعليه يبنى الشيء مقتضاه. من طرابلس رشا الكرم قناه الجديد